ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والنهارده هنتكلم عن الاستقبال الحافل واندهاش الرئيس الجزائري تبون من فصاحه الاطفال في بلد راحه اسمها تندوف، واستقبلوه طبعا استقبال حافل، وكمان الاطفال كانوا ما شاء الله عليهم. يلا بينا نشوف. سيدي الرئيس، اسمع عبارات الترحيب ومعاني الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تشريفنا بزيارتك الكريمة إلى هذه الولاية المجاهدة البديابة في شهر نوفمبر التاريخي. سيدي الرئيس، شكرا على مجهوداتكم الجبارة وقيادتكم الرشيدة التي تسير في طريق الريادة والمحورية في فضائها الإفريقي والعربي بقيادة رجل فذ مقتدر استرجع هيبة الجزائر في المحافل الدولية ورفع ذكرها بين الأمم وسطر معالم نهضتها ورسم روابط علاقاتها الجديدة في ظل ثوابت الأمة الجزائرية وقيام ثورتها المجيدة. سيدي الرئيس، نساندك ونشد على عضدك من أجل المواصلة في رفع التحديات داخليا وخارجيا وإرساء قواعد التلبية المستدامة من أجل جزائر الجديدة المتطورة ورائدة بين الأمم. نشكركم سيدي الرئيس على دعمكم الدائم وموقفكم الثابت والمشرف للجزائر والداعم للقضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين والصحراء الغربية. عاشت الجزائر حرة المستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا. سمحوا لي نتصور معكم. يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين ان شاء الله، ويحفظنا اجمعين يا رب، يحفظ اولادنا. وشكرا لكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.